أحييكم من جديد هذه المرة، وإلى تقييمات ما يحدث من أداء لأسهم في الأسواق الخليجية. وكان قد أظهر تقرير أصدرته المجموعة المالية هرمس عن السوق السعودي، تؤكد فيه الشركة موقفها لجهة الخفض الذي كانت قد أجرته سابقا لجهة تقييم القطاع البتروكيماويات في الربع الرابع من هذا العام. وقد كان أداء قائمة أكبر 20 سهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيدا منذ منتصف أكتوبر. وقال التقرير إن الأسهم القيادية حققت عوائد إجمالية تبلغ 24% في 2014 أو 21% بالنسبة للأسهم الحرة القابلة للتداول، بما يفوق المؤشر العام لهرمس للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال التقرير إن شهر نوفمبر كان شهرا سيئا لهذه الأسهم، حيث خسر مؤشر هرمس نسبة 8%. معنا عبر الهاتف من القاهرة السيد أحمد شمس الدين، مدير بقطاع البحوث بالمجموعة المالية هرمس. أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا يا فندم. تقريركم كان تحدث عن أهم 20 سهم في السوق السعودي وقطاع البتروكيماويات وما يشهد أيضا من تبدل في أوضاعه. لماذا نجد في التقرير أنه الأسوأ كان في أداء هذه الأسهم هو شهر نوفمبر؟ الحقيقة مظبوط، هو الأسوأ كان في خلال شهر نوفمبر، لأن ده الشهر اللي شفنا فيه انخفاض كبير جدا في أسعار البترول. وإحنا دايما بنشوف ارتباط وثيق، يمكن ما كانش بنفس القوة من 3 سنين، نظرا لأن أسعار البترول كانت تقريبا الرينج أو مدى التداول بتاعها تقريبا قريب حوالي من 100 ل 110. ولكن الانخفاض الكبير اللي إحنا شفناه في أسعار البترول مؤخرا أثر بالتأكيد على السوق السعودي ومنها أسهم البتروكيماويات. فإحنا في أكتوبر أصدرنا تقرير ما كناش شايفين أو لم ننظر بإيجابية شديدة للتقييمات التي كانت سائدة في هذا الوقت يعني. أما الآن فنعتقد أن الوضع اختلف شوية، وبناء عليه أصدرنا التقرير النهاردة اللي كان بيتكلم على أن أسهم البتروكيماويات بنسبة كبيرة بتعكس أوريدي الانخفاض الكبير اللي إحنا شفناه في الأويل برايس. نعم. على أسعار البترول، وبالتالي نظرتنا بدأت ترجع إيجابية مرة أخرى لقطاع البتروكيماويات، ومنه مثلا سهم قائد زي سهم سابق. نعم، الدراسة كانت تتحدث حتى نكون دقيقين بتحركات السهم في السوق المالي، ارتفاع وهبوط، أم بالسهم كشركة يعني كوضع مالي تقصد؟ لا يا فندم، احنا بنتكلم على تراجع في أسعار البترول وتأثيره على الأداء المالي للشركة، وده انعكس في التقييمات. نعم. فهو كله مرتبط في بعضه، يعني شركة البتروكيماويات بنسبة كبيرة بتتأثر سلبا وإيجابا بارتفاعات وانخفاضات أسعار البترول. نعم. لأن أسعار البترول هي المحدد الرئيسي لأسعار البتروكيميكال. هل أنتم في مجموعتكم فقط تستطيعون أن تعطونا نظرة فقط لشهر قادم واحد أو اثنين في ضوء المتغيرات الأخيرة، أم أنه بإمكانكم أن تعطونا وصف حتى نهاية العام؟ الحقيقة الوضع يعني هيبقى فيه عدم استقرار في تداول سعر النفط. احنا متوقعين فولاتيليتي كبيرة او تذبذب كبير في اسعار النفط وفي تداولات السوق السعودي بشكل عام واسعار البتروكيماويات بشكل خاص. ولكن اقدر اقول لحضرتك زي ما النهاردة قلنا في التقرير ان احنا بنعتقد ان اسعار النفط الفلور بتاعها او الحد الادنى بتاعها هيبقى من خلال 65 ل 70 دولار، ده اللي كان ذكر في التقرير. وبناء عليه بنعتقد ان لو التوقعات دي صح اسعار البتروكيميكالز بتعكس اكتر من كده. بمعنى نعم. ايه؟ بمعنى ان تقييمات التداول الحالي على اسعار البتروكيميكالز بتعكس قد تكون اقل كمان من 65 دولار، وده نظره تشاؤميه مش عندنا. نعم. وبناء عليه غيرنا نظرتنا من سلبي لايجابي على اسعار البتروكيميكالز، واعتقد النهارده نعم. بدانا نشوف تحركات ايجابيه جدا لاسهم البتروكيميكالز بشكل عام، منها اسهم سابق وانساب والاسهم اللي احنا حددناها بشكل مفصل في التقرير. وأشكرك جزيل الشكر السيد أحمد شمس الدين، مدير بقطاع البحوث بالمجموعة المالية هرمس. ذكرت شركة التعدين العربية السعودية معادن أنها